نحضر على يوم الأحد قافلة مدنية نندد ضد القزو التركي وضد القصف العشوائي. وصلنا رأس العين ما يعني طولنا شيء 15 دقيقة من قصفة القافلة، في ناس جرحى، ناس شهداء، ناس تقطع. خلال يعني خلال لحظات ما خلونا نوصل، ما بدنا نتجمع بعضنا، انقصفنا وانضربنا وسحفونا على تلتمر، ومن تلتمر رجعونا على الحسكة. اللي جي اصابتي معتي وبأذني وهم ثاني اصاب. واحنا نايمين بتشولي ابويا الدنيا حاره، او جنب لا يا تتراك والله يربحهم ان شاء الله جزاهم على الله. وكل شيء على حاله وعلى البال انهم يضربوا، لا عندنا جيش لا عندنا شيء، تقبلنا على الجري وقاموا يضربوا. انا انهزمت شلت يم اطفال شلت بدار وتقوصت بدار والله ضرب الدار الرصاص جا ورت خزانات المي تبعت الحطب ور التبن ور الفرش البطانية تنام بهن ورن كلهن ورن من النار. إصابتك وين أمي؟ إصابتي يعني برجلي هذه. إيش استبرنا وجبرنا عن الله، حسب الله ونعم الوكيل. طبعا احنا أخذنا جاهزية كاملة لنقدر نلبي طلبات هؤلاء الناس الجرحى. فالجرحى اللي عم يوردون على المشفى هم جرحى إصابات خطرة وإصابات خفيفة، وفي إصابات طبعا كلوية، وفي إصابات رأسية وفي الصدر. فاحنا عم نقوم ككادر تمريضي ككادر طبي هون بشكل كامل، وواقفين على العمل وبجاهزية كاملة، وإعلان حالة الطوارئ بالمشفى 24 ساعة. المشفى لديها إمكانيات، لكن هي بحاجة لمساعدة من الأدوية ومن الأجهزة الطبية حتى نقدر أن نلبي كافة طلبات هؤلاء الجرحى وهؤلاء المضانين الذين يردون إلى المشفى.